بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. النهاردة يا أبطال هنكمل شرح الوحدة الأولى. إيكوتوريزم، السياحة البيئية. Is this، هل هذه السياحة البيئية the future، سوف تكون السياحة في المستقبل. What is ايكوتوريزم، ما هي السياحة البيئية؟ ايكوتوريزم، السياحة البيئية، is about، تخص، providing holidays، تخص توفير قضاء عطلات او قضاء اجازات، to places، الى اماكن، which are often endangered، والتي تكون غالبا ما تكون معرضة للتهديد، and isolated، ومعزولة. كلمة endangered معناها مهددة بالأخطار، كلمة isolated معناها منعزلة. The holidays، وقضاء هذه العطلات أو الأجازات، are designed، قد تم تصميمها، to have a limited impact، لكي يكون لها تأثير محدود، on the local environment، على البيئة المحلية، and to educate tourists، وتعليم السائح، about، عن conservation، عن الحفاظ على البيئة. Egypt is developing ecotourism، ومصر تقوم بتطوير السياحة البيئية، to protect، كي تحمي the environments، كي تحمي البيئات، along the Red Sea coast، على طول ساحل البحر الأحمر. Tourists can stay in hotels، ويستطيع السياح أن يقيموا في فنادق، built of، مبنية من، environmentally friendly natural materials، مبنية من مواد طبيعية صديقة للبيئة. environmentally friendly natural materials معناها مواد طبيعية صديقة للبيئة. when tourists go diving، فعندما يذهب السياح للغطس في البحر الأحمر، they are taught how to avoid damaging the fish، يتم تعليمهم بتجنب إتلاف أو القضاء على الأسماك. كلمة avoid damaging معناها تجنب إتلاف أو تجنب القضاء على، يبقى يتم تعليمهم avoid damaging the fish، يتم تعليمهم بأن يتجنبوا تدمير أو القضاء على الأسماك، and keeping، والحفاظ على، the special coral reefs safe، والحفاظ على الشعاب المرجانية على أن تكون بأمان. كلمة coral reefs معناها الشعاب المرجانية. مدغشقر، فدولة مدغشقر، is famous for، مشهورة ب its ecotourism، مشهورة بالسياحة البيئية، and wants to، وهي تريد أن protect، أن تحمي its ecosystems، النظام البيئي. بنقصين، the animals، الحيوانات، and plants، والنباتات، in its environment، في بيئتها. 80% of the animals، ف 80% من الحيوانات، and 90% of the plants، و 90% من النباتات، that live there، والتي تعيش هناك في مدغشقر طبعا، don't exist، لا توجد، anywhere else، في أي مكان، in the world، في العالم.
ليمورز فحيوانات الليمورز for example على سبيل المثال only فقط live in Madagascar تعيش في مدغشقر. The Galapagos Islands in Ecuador وجزر Galapagos في الإكوادور are famous for مشهورة ب the unique animals بالحيوانات النادرة أو الحيوانات الفريدة such as مثل the giant turtles السلاحف العملاقة which live there والتي تعيش هناك. إكوادور makes sure وتؤكد دولة الإكوادور that tourism على أن السياحة is sustainable تكون مستدامة. كلمة sustainable معناها مستدامة. only a limited number وفقط عدد محدود of people من الناس can visit يستطيعون أن يزوروا the islands الجزر في الإكوادور طبعا each year كل عام. so لذلك the animals الحيوانات and their environment وبيئتها الطبيعية are safe تكون آمنة. The Komodo National Park in Indonesia والمحمية الوطنية لتنين الكومودو in Indonesia في أندونيسيا is a popular ecotourism destination تكون وجهة للسياحة البيئية المعروفة في أندونيسيا. كلمة destination معناها وجهة. A popular ecotourism destination معناها وجهة مشهورة للسياحة البيئية طبعا في أندونيسيا. Much of Indonesia's endangered wildlife وكثيرا من الحياة البرية المهددة بالإنقراض في أندونيسيا including والتي تشمل the Komodo dragon تنين الكومودو can only يمكن فقط be found here أن يوجد هنا. The national park والمحمية الطبيعية في إندونيسيا is also تكون أيضا famous for مشهورة ب its beach بشاطئها with pink sand though الرمال الوردية اللون طبعا يا أبطال دي يعني أهم الكلمات اللي وردت في النص. limited impact معناه تأثير محدود. environmentally friendly معناه صديقة للبيئة. swell up معناه يتضخم أو يتورم. المضاد بتاع swelled التصرف التالي بتاع swollen. anywhere else معناه في أي مكان آخر. along the coast معناها بطول الساحل. natural materials مواد خام طبيعية. natural world معناها عالم الطبيعة أو العالم الطبيعي. all around the world في كل أنحاء العالم. do أو cause damage معناها يسبب تلف. coral reefs معناها الشعب المرجانية والكلمة دي بتيجي كتير في قطع الفه. stuck at home معناها محبوس في المنزل. cure for معناها علاج لي. cure of معناها يعالج من. take photos معناها يصور أو يلتقط صور. sail along the river معناها يبحر بطول النهر. the sun goes down معناها تغرب الشمس. the sunrise معناها شروق الشمس. on the first day في اليوم الأول. شكرا يا شباب وإلى اللقاء في الدرس القادم مع تحيات قناة مستر محمد القشاوي التعليمية.